الكوارتر الاخير من كل سنه هو اهم وقت للاتش ار، لان بيبقى مطلوب منه حاجات كتيره. عايزين نعرف تقييمات الموظفين، طيب هل هنشتغل على تريننج بلان للسنه الجديده ولا لا، طيب ايه البادجت اللي احنا محتاجينها، وفي نفس الوقت المان باور بلان. عشان كده هايرد بتقدم لكم بروجرام جديد خاص للاتش ار بروفيشنالز عشان نقفل السنه بطريقه قويه ونخطط للسنه الجديده. اتش ار اكسلريتور بروجرام هو بتدرس فيه البرفورمانس مانجمنت وايه افضل انواع الابريزلز اللي تطبقها مع الموظفين عندك. ذن بعد كده بننتقل للليرنينج اند ديفلوبمنت، من اول ازاي بنعمل تي ان اي على كل الليفلز، على الاورجانيزيشن، على التيمز والديبارتمنتس، حتى الموظفين وادائهم اللي لسه كنا بنبص عليه. ازاي بنعمل تريننج بلان، ايه الريسورسز اللي محتاجينها، هل تبقى انترنال هل تبقى اكسترنال، ازاي نبالانس ما بينهم، ايه افضل سيناريو اللي انا استعين باكسترنال سورس او سيرفيس بروفايدر، او لو هشتغل انترنالي. بعد كده بنتكلم على بادجيتنج فور اتش ار، وبننتهي بمان باور بلان. البروجرام ده تحديدا عشان تقفل السنه بطريقه قويه كاتش ار بروفيشنال، ادائك في الاداره يسمى على مستوى الاورجانيزيشن ككل، وتخطط للسنه الجديده. لو انتوا شركه حابين تطوروا من التيم بتاعكم، او حتى لو انت حد انديفيدوال، تقدر تحجز دلوقتي في اتش ار اكسلريتور بروجرام.